الثامن عشر من مارس. ملك اليونان جورج الأول اغتيل في الثامن عشر من مارس من العام 1913، فخلفه ابنه قسطنطين الأول. يذكر أن ملك اليونان أمير دنماركي، اختارته الجمعية الوطنية اليونانية ملكاً على اليونان بتأييد روسي فرنسي بريطاني. النزاع بين الصين واليابان ظل نزاعاً تاريخياً على مدى القرنين الماضيين. إحدى الحروب بينهما انتهت في مثل هذا اليوم من العام 1932، ولكن البلدين دخلا في حرب جديدة دموية في الفترة بين عامي 1937 و 1945. الجنرال الإسباني فرانشيسكو فرانكو، الذي قام بانقلاب عسكري وأدخل بلاده في حرب أهلية استمرت، دخلت قواته العاصمة مدريد في الثامن عشر من مارس من العام 1939 ليحكم إسبانيا على إثرها على مدى 36 عاماً، وحتى وفاته في العام 1975. فرانكو المتأثر بهتلر كان حكمه ديكتاتورياً. أول جولة أو سباحة في الفضاء سجلها رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف في الثامن عشر من مارس من العام 1965، عندما عمل في رحلة للمركبة السوفيتية فوسخود 2 فيما اعتبر قفزة تاريخية في علوم استكشاف الفضاء. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة كويتية تهدف لدعم التطور العلمي والتكنولوجي، أنشئت في العام 1976 بمبادرة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. وفي الثامن عشر من مارس من العام 1988 افتتح الأمير الراحل المبنى الجديد للمؤسسة.